التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد. نحن علينا اليوم أن نرفع كل شيء ونشيل الحواجز حتى عن حالنا، حتى باتهام حالنا. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد. مش قابلين بمعادلة أنه تنحفظ استقرارنا الأمني والسياسي لازم نعيش مع الفساد.